اختي كريمه غادي تولي تفهم في الحرفه احسن من الحجه الزهره. كتبغيها؟ شكون هذا؟ بغيت غير نعرف هي باش احسن مني. وحنان ما عييتيش في قلاصك فين حتى لي حنان راه ماشي ديالك. فين ما كيكون وصلني المدرسه عي كتبان ليه شي وحده كينزني وكيهزها. رجاله خصك تكوني معاهم ديما على القرص وحدي جنابك حيت ما فيهمش الثقه توريا. فين غادي؟ غادي نتلاقى مع كريمه. عاوتاني كريمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درتي العاقه في هادشي العراسات اللي كدير؟ قالوا لي نمتي وخرجتي من السبيطار. مره قنفود مره مقمر مره راهن شي حاجه. دابا واحد كيتحلف علينا باغي يذبحنا وبغينا شي مسؤول هنا نهضروا معاه. خليني نختار اللي بغيت ما تبرصتنيش عافاك. دابا هي الدريه باقا صغيره ما تتعرفش. قولي انت من داك النوع اللي كيعطي رايه في كل شيء وكيفاه في كل شيء. لقيت لكم القاعه وهاد المره غادي تعجبكم. فين جات؟ يلا نمشيو نشوفوها. سلمان سلمان مرحبا. الله يبارك فيك. شكرا. مرحبا بكم. الله يبارك فيك السي سلمان. كي جاتكم الدار؟ زوينه بزاف يا سلمان. هنا تصلح تكون قاعه الافراح وتجي واعره. كبيره ومفوهه. انا حسب لي بعتوها يا سلمان. لا ما بعناهاش. وفين هو المبل ديال ماماك الله يرحمها؟ صدقناه سلمان. دابا الا بغينا نقادو شي حاجه في الديكور صغيره صباغه شي حاجه نقدروا. ديري اللي بغيتي اعتبرها دارك وصوبها بالشهوه ديالك. بارك الله فيك. توريا تعقلي شحال نقزنا انا وياك في هاد النافوره. شدينا سلمان خشينا اللي راسو تما في الماء. كنتي باسله شويه يعني. الو جميله. لا ما شفتكش بصح. ما شفتكش. راه قلت لك ما سمحوا لي. شنو جميله؟ شنو راه قلت لك ما شفتكش ما شفتكش. واه اش كتقلب انت؟ شوفوا هنا شنو كاين. حلو هاد البيت كبيره توريا. هنا فين تبدل العروسه والعريس في هاد البلاصه. تيسع تيسع وكبير بزاف زعما بعدنا ما نقولوا هنا ياك. ما شنو كيف داك البيت ما بقيتش عاقله. تعقلي كانت كتخزن فيه ماما تسلمان الحلوه. زعما باغا تلقاي فيه دابا الحلوه. جميله انا دابا في دار با. هادو فين البولات؟ صافي كلشي هادشي نقادوه. كتقلبي على المشاكل وكتقلبي باش تعصبي. هادشي اللي كاين صافي. راه قلت لك في دار با صافي. سلام عمي لاباس؟ عمي لاباس عليك؟ با كي داير با لاباس؟ كي صبحتي اليوم شويه؟ هذا با عقلتو عليه؟ الله يهدي. هذا العالم ديالو. نهار كامل كيدوزو هنا مسكين. با عنده ذكريات زوينه في هاد البلاصه هادي. تيشم فارحة امي. هاي امي الله يرحمها. الله يرحمها. وحتى هاد الطابله فيها هاد الخريطه سارة العالم كامل. فين ما كيبغي يتفكر شي حاجه كيبقى يدور هنا. با أنا سلمان ولدك وهذه كريمة وهذه توريا. عقلتي على كريمة بنت الحاجة الزهرة؟ ما عقل على والو. حتى أنا ما عقلش عليها ولكن باقي بوغوس. با فين هي الباتول؟ ياك ما صيفتها تجيب لك شي حاجة. الباتول هي اللي مكلفة به. غتكون خرجت غير هنا غادي تجي دابا إن شاء الله. هذا هو بيتو.
بالش ليا في هادشي، واخا نكونوا ما عندناش القلب. راجل مسكين مريض وكبير حشومه، والله الا حشومه نديروا العراسات على راسه هو حالته. شكون اللي غادي يعرفه؟ غادي نسدوا عليه البيت ديالو حتى شي واحد ما غادي يشوفه. ولكن حنا عارفين وشايفين راه حشومه. شو السيد مسكين عيان ونبداو حنا ننقزوا ليه هنايا وتمارا والغوت والصداع. انا جاتني فكره مزيانه، وحتى الدار ما غاديش تطلع علينا غاليه بحال اللي كنا كنكريو القاعه، وغادي نبداو ندخلوا ونخرجوا فوقاش ما بغينا، والحاج غادي نديروا ليه شويه لامبيونس وننسوه ونشطوه. ولا لا سلمان؟ بصح اها اللي باليكم. واش الكوزينه بقى في بلاصه بغيت نشرب؟ مازال حتى حاجه ما تبدلات. حنا غنتسناوك برا. واخيرا بقينا بوحدنا. ها حصلتكم. استنى اخويا ما تمشيش. ايوا اش كديروا؟ فين غادين؟ اعترف السي سلمان، وانت يا كريمه زعما راك صاحبتي، قولي الحقيقه. شنو الحقيقه اللي بغيتي تعرفي؟ الحقيقه بصح ولا اللي بغاو يسمعوا ودنيك؟ ما ديريش معايا هذا اللعب ديالك وديك التحراميه ديال والو. غتقولي لي الحقيقه كيف ما هي. اش كديري هنا مع راجلي؟ ما تخافيش جرحيني، انا مستعده لكلشي. وانا مستعده لكلشي. اسمعي مزيان، انا جيت مع سلمان هنا باش نشوفوا الدار ديال با غنرجعوها قاعه الافراح تبع الصلاه والسلام، فهمتي؟ دابا صافي. واش ما عجبكش هادشي اللي قالت؟ ايوا انا غادي نقول لك الحقيقه اللي بغيتي تسمعي، والحقيقه اللي غادي تعجبك انت. كريمه كتحماق عليا، وانا كنموت وكنتسطى عليها، وكنتسناوك انت غير تدوري مع شي دويره باش حنا نتلاقاو، وداكشي اللي ما قلتش لها هي ما تليسي نقولوا لها دابا. عجبك الحال؟ كضحكوا عليا ياك، كتفلاو. واش كيحسب لك انا مغياره؟ انا عادي ها سولت، انا بغيت نعرف. سلمان انا مازال تابعاني الخدمه، غنمشي في الطاكسي اللي جات في جميله، وانت مراتك تجيبها معك. يلا سلام. فين هي كريمه؟ اش واقع؟ واش فلت شي حاجه؟ حبيبة نجيب لي شريبة عافاك؟ لا تنسى لي عافاك في العطش. درتي راجلي في البلانة؟ شنو قلتي؟ شفتك حطيتي العين على سلمان. شنو؟ عيتي ما تدوري في الزناقي، وملي ما طفرتيش قلتي انا نرجع لهذاك اللي كان تابعني مني كنت صغيره. حسب لك انا شي حيط قساور اللي غادا تنقزيه. سمعيني مزيان اش غادي نقول لك. راجلي ما عنده ما يدير بوحده بحالك. اسري شوفي لك شي واحد من غير حسن. عار الله جميله لما بعدي مني. ما عندي ما ندير بسلمان ديالك، علاش غيصلح ليا مثلا؟ كرهتي فيه؟ ولا زعما حيت مازال ما قدرتيش طيحيه في الشبكه؟ دابا بغيتي تقولي زعما بغيت نطيحو في الشبكه وما قدرتش. سلمان عطيني نشرب عافاك. هادي مالها؟ ما عرفتش، وقيلا حيت شربت الماء ديالها انا الاولى. ما يبقاش فيك الحاله سلمان. القميجة ديالك تتجيبها لي انا نصبنها لك. متكاش دو القفاط مبقاش بان ليا فيهم، الموديلات زوينين خصهم يترتوشها. كنت غادي نقولها لك حيت هادو زوينين بزاف، خصنا نضرو بهم شويه. ما نلقاوش وقيت ومشيو عند الخياط يقادوهم لينا يوليو واعرين بزاف. ايوا البنات
كنت عند الحاج صالح مول الفران، حتى هو ما بغاش يشري هذا الربيج. شوفوا انا راه غنكون ظريفه معكم، غادي ندير شويه الصدقه ناخذهم من عندكم. انا سميتي سارة، عندي 27 عام، قريت في المعهد ديال الفندقة والسياحة اللي فاس، جيت بجعب نزور وصدفة لقيت لانونس ديالكم وقلت ندفع ليكم. عندي مع الطياب أوروبي المغربي أسيوي حتى هو اللي بغيت، وراسي خفيف دغيا نتعلم. وعندي مع الطياب ديال العراسات حيت الوالدة طيابة. طيابة في الحمام؟ لا طيابة ديال العراس، ولا بغيت يا سيدي ديال الحمام حتى هي مرحبا. رضا 30 سنة موجز في الفلسفة وعلم النفس. ومن بعد؟ بغيت نخدم، نقدر ندير أي حاجة خلصوني عليها. ولكن هاد علم النفس والفلسفة فاش غادي ينفعوك في سرباية ديال العراسات؟ كاين واحد المذهب فلسفي قديم سميتو الرواقية وبالفرنساوية سميتو ستويسيزم. ماشي مهم، المهم هو أن هاد المذهب تيقول أنه لا جدوى من النضال وعلينا أن نتقبل مصيرنا لمصلحتنا الخاصة. زعما إذا كان شي كلب مربوط مع شي كروسة ما لي غيبقى تابعها. مزيان هاد ستويسيزم كنعرفو. كاش عارفو؟ كنعرفو. سي سلمان كيمان عندو ميكو تبارك الله عليه. وعلم النفس؟ امتلاك الشجاعة على تغيير ما يمكن أن يكون وأن تتقبل بهدوء ما لا يمكن أن يكون وأن تكون لديك القدرة على التمييز بين الأمرين. وقيل زربتيا كنعاود فهدي ما فهمت والو. أنا شوية سرباي وشارجي دو ستوك مزيانة؟ مزيانة. الزعبون ما كيتشاورش مع الأرض فين كينبت. الزعبون سميتي بوجمعة، عندي 52 عام، سبق لي خدمت في أوتيل فارنا وفي أوتيل دونيا لايف وفي ريستورون مارماربيس، وهادو كلهم خمسة نجوم. وعلاش حنيني ما بقيتيش معاه؟ ما قدروش القيمه ديالي. فهمتك بحالي. اهلا مدام توتي، لاباس عليك؟ لاباس ربي يخليك، انت لاباس؟ لاباس من كنشوف. نوصلك؟ واخا شكرا، نيت الشيفور ديالي مريض اليوم، وانت جيتي في وقتك. حميد ديما كيجي في الوقت. طلعي طلعي. لاباس يا بنتي؟ لاباس؟ خليها ما عندهاش لك انا باش ترد السلام. تديش عليها. قولي يا مدام توت، كتعجبك الموسيقى؟ كنموت على الموسيقى. كنت سطانة على الموسيقى. ديما كنسمع عليها ملي كنكون سايق بوحديتي. غادي نسمعك واحد الديسك يلاه طحت عليا. الله. نهضر معاك يا حنان، علاش ما كتجاوبينيش في التليفون؟ حنان حنان لك ندير لك شي حاجه سمحي لي حنان، خليني غير حنان. حنان
اجي هي اجي نش نش فخبارك الهجم كيموت سرع اش بغيتي على الدريه باش نهضر مع الحاج ما بغاش نهضر معاه من حقه ولا ماشي من حقه وسير ما تضيعش ليا وقتي علاش تكذب عليا الحاج علاش هادشي غير خوت لك لي في قلبي الحاج زعما انت اللي غادي تحس بيا وتفهمني انا سيدي ما كنفهمش وزيدوا هذيك بنتي نقول لك مسافره نقول لك ما مسافراش ماشي شغلك هي ما تلاتش بغاتك ولا زيدني عليها الحاج صافي غنمشي نجيب عائلتي وغادي نجي نخطب اها عائلتك وانا من نهار عرفتك كنت كدور هنايا بحال البوهالي اسمع وما تنساش رحنا باقيين كنتسالوك الفلوس انا وبنتي حنان الحاج عاوني نتصالح معاه ونرجع لك بالتريبل ياه دابا كترشيني انا ياك ما حشمتيش سير بحالك سير وين اللي ما يحشم حميد حميد سي حميد الله يخليك بارك عليك من التمثيل بنتك ما كايناش هنا ها ويلي كيف غتكون مشات هاد الجنيه هادي ياك ما نزلت في السطور خصك ترجع تقلب عليها خلاني تعتمد على راسها بقات في المدرسه ديالها بوحدها باش ما تبقاش تعرف تهددني تقول ماما هذاك الشيء اللي كندير قاسح مع بنتك حميد ربيتك من اليوم تبقاي تعيطي لي السي حميد البلانا وانا مدام التوتي مرات المدير ديالك زعما كتوكسين بحال حنا دي زيسبيون ميسيون الو كوثر مالك ياك لاباس علاش كتبكي مالك كوثر امتى هادشي شكون هاد مرات المدير وانتي فينك دابا شكون يجيبك شوف شوف كوثر تكالماي تكالماي يا بنتي الله يعطيك الستر هانتي انا مرونه دابا ما تقولي حتى شي حاجه وغدا نتلاقاو وهضروا انا وياك في كل شيء واخا واش كتسمعيني يلا سير بسلامه حميد سلام كي جيتك كاينش اللي كيديكوري الطوموبيلات قدي ها خصني نهضر معاك مرحبا الله يسمعنا كلام الخير واش بغيتيش دير عقلك حميد دير عقلي على بالي كنضرب بالحجر دوك الفعايل اللي كديرها كتأدي بهم غير بنتك حتى واحد ما كيضر من غيرها نعل الشيطان وكون تحشم شويه وراعي علاش كدير هكا شنو بغيتي تقول زعما كاينه المره اللي دازت حلفها فمك اللي غاده اللي جايه توري ما بقاتش معمره لك عينك بشويه اختي شتك زربتي عليا راه انت اللي بنتي ليا زربان باش تشتت الشمل ديال عائلتك الا بلاك الله تستر حميد وما ديرش ديك البساله ديالك قدام الدريه كريمه تهضريش معايا بهذه الطريقه الله يرحم باك ربيني وبينك الخير والاحسان شوف الله يرضي عليك انا دويت معاك على مصلحتك ومصلحه عائلتك من غير هادشي راه ما كيهمني والو راه غتبقى طرته غتجيبها في راسك اما توريه راه مراه وقاده بشغلها وفي اي لحظه تنوض تخدم على راسها وعلى بنتها غتعيش انت اللي غتخرج لديدي لحب ملوك تخلي سوق راسك لا راه ما كيدخر بين الضفر واللحم راه غلوسخ شكرا لا شكرا على واجب هادي التكشيطه باش غنبداو وعلاش ما تلبسش هادي مع الضو ديال القاع غتجي واعره اها نبداو بهادي اذا واو فاش فكرتوني البنات عرفتوا فعرتي انا وسلمان دخلت بوحده بحال هادي جاتني واعره كلشي بقى حال فيا فمو توريا بغيت نهضر معاك وخفتك تفهميني غلط ما عرفتش واش ندوي معاك دابا ولا تتكون جميله ما كايناش لا غير هضري حدا جميله كنا عائله وحده شنو كيفاش حميد راجلك شويه عيني زايغين خصو يدير عقلو علاش كتقولي هاد الهضره شفتي عليه شي حاجه
لا لا ما شفتوش انا كيبان ليا هو المره اللي شافها كيضحك معاها. والله الا انت هبيله حميد ضحوكي ونشطي وكيضحك معك كلشي. اي ولكن الضحك فيه وفيها توريه فهمتيني واقيلا اش بغيت نقول حنايا كنوصيوك وكان دابا علاش كتقولي لي هادشي واش بغيتيني ما نديرش خدمتي مزيان؟ انا حميد كنثق فيه 100%. هبيله انت اللي باقا كتثقي في الرجاله الراجل ديريه قدام عينك عمرك ما ديريه موراك. اتفقتوا عليا اليوم ياك؟ حنا بغيناك تحلي عينيك ولكن انت اللي بغيتي تسديهم شغلك هذاك. غير خليوني عليكم انا حميد كيحمق عليا وعندنا بنيته وما عمره ما يدير لي شي حاجه خايبه. سمحي لي بزاف في خلينا في التكشيطه اللي غادي تدخل بها العروسه قلنا هادي ياك نشوف هادي. انا ما بقاش نعزل معكم التكشيطه عندي العروسه كتسناني في الصالون. سلام البنات. شريف خويا. نعم سيدي. السلام عليكم. السلام. واحد البنيته كترين عندكم سميتها كوثر سي سي تعيط ليها سير. ما بقى حتى واحد لداخل سيدي لونطري ما ورا سالات نص ساعه هذه كلشي مشى بحالو. انت متاكد كلشي مشى بحالو؟ اي سيدي كلشي مشى بحالو. وانا كنعيط لك انا ما سمعتوش راه ما سمعت الصونيط وهادي ساعه وحنا كنتسناوك ضر وجهي عندي للصالون خصنا نديو العروسه صافي صافي راه الطريق عامره صافي صافي قطعت غير الطريق عامره قدامي اش من طريق اللي عامره واش باغي تخرج لي عقلي العرس حميد العرس وخصك تجي دير العروسه صافي صافي واخا واخا انا جاي انا جاي انا جاي انا جاي انا جاي انا جاي يلا صافي صافي كريمة لاباس شنو هذا؟ كنبغيك ما عيتيش من لعب الدراري ديال الميساجات اش من ميساج؟ علاش سلمان كتصيفط لي لي ميساج؟ انا راه ما عمرني في حياتي صيفطت ميساج لشي واحد بركة سلمان بركة راه فاش قلت لك جيب لي القميجة نصبنها لك راه ضحكت معاك مراتك تصبن لك حوايجك وجميلة إلا لقات داكشي في التليفون ديالك راه غدير لك الشوهة وليا واش نمرتي عندك؟ جا منها الميساج؟ وانت زعما عندك غير نمرة وحدة عندي نمره اخرى ولكن ما مخدمهاش ما مخدمهمش ولا كتخدمهم غير فاش كتبغي تصيفط لشي حد ميساج بلا ما يعرفك راه انت راه كاع كنعرفوا لهذا الشيء يا سلمان كريمه نضرب عقلي مالكم واش شفتوني جايه وانتم تسكتوا لقيتيني يلاه قلت لسلمان باش يجيب لي القميجه اللي طبعت ليه نصبنها عندي واحد البرودوي كيحيد الصباغه ياك يا سلمان الله يهديك يا جميله حيد هاد الشك من راسك سلمان راه كيبغيك وكيموت عليك وما يقدر يبدلك بتا شي وحده اخرى حياني على الرجال وهي كيتقي في الرجال نننننن يلا كنتي كتقول هاد الهضره لتوريه اولا على حميد هو سلمان سلمان دريويج وديما عينيه في الارض كريمه غادي نسولكم تكذبيش عليا حلفي بالله ما عينك في راجلي والله ما عيني فيه هادو
حميد واش مشيتي تجيب كوثر؟ كوثر انا غادي نجيبها دابا. ويلي على هاد غتجيبها؟ واش انت مكلخ ولا مالك؟ هادي ساعتين باش مشيتي تجيبها حميد؟ واش عندك الراس باش كتفكر؟ والبنت غادي تكون سخفات دابا بالجوع وهي كتسناك. طلق راسك، طلق راسك هالعار. صافي انا جاي. اشنو عاوتاني؟ السلعه اللي وصلت للناس ناقصه. مدام زرهوني كيفاش؟ خاصة لك خام دو جوغ. لا مدام زرهوني راه هما اللي ما داروش خدمتهم. صافي مدام انا جاي دابا صافي. يلا مدام يلا بزاف. انا حداك. وي حميد. الو خويا سلمان، انا مزاوق فيك اخويا. طلق اعتقني انا مزاوق فيك اخويا. تسناني حدا الباب صافي. احتاجك ضروري يا خويا سلمان، الله يرحم لك الوالدين. سلمان انا مزاوق اخويا. خد الطوموبيل تيسير جيب العروسه، عطيني طوموبيلك نمشي نحل واحد المشكل. واش انا مسالي باش نجيب العروسه؟ سير شوفك شي واحد اخر. مره ما تنضحكش معاك. واش انا عمري ضحكت معاك؟ راه عندي جوج المشاكل غنمشي نحل اخطر واحد فيهم صاحبي. سير انت جيب العروسه صاحبي. واش كاين شي مشكل؟ لا ما كاين مشكل. شوف غير الا سولاتك توريا ولا شويه وغادي نجي صافي. عطيني سير الطوموبيل عافاك. سير اسوارت في الطوموبيل. سير الله يحفظك اخي. صافي غير سير. شكرا. سير هادي فيها السوارت. راه فيها الدخلة. قال لك وفين هو دابا؟ جا عندي وطلب مني باش ندوز عندك للصالون ونجيب العروسه. معاه كوثر؟ فاش جا عندي ما كانتش معاه. ليه